اهلا وسهلا بيكم جميعا، يا رب تكونوا بألف خير. ثواني اقول لها النور. يا رب تكونوا بخير جميعا اللي بيشوفوا الفيديو. هنكمل في الفيديو ده ونستأنف قراءات الابراج. احنا اخر حاجة اخذناها كانت برج العقرب، دي اخر حاجة نزلت، سوري برج العذراء. فاحنا دلوقتي معادنا مع برج العقرب، قراءة برج العقرب لشهر يوليو، ومدة القراءة ان شاء الله هتكون شهر من وقت ما تشوف الفيديو، ايا كان الوقت ده. لو شفت القراءة دي بعد سنة، بعد 10 سنين، طاقتها ان شاء الله تبقى لمدة شهر، لان انت هتكون لقيت القراءة دي ووقعت تحت ايدك بالصدفة، لان هي متوافقة معاك طاقيا في الوقت اللي انت هتشوفها فيه، فيبقى بالتالي هي طاقيا هتبقى مناسبة ليك، وانا بديها مدة شهر فقط كطاقة يعني. طيب هنبتدي الاول بقراءة عامة للطاقة بتاعتكم يلي بتشوفوا الفيديو من برج العقرب. بسم الله. في حاجة مش مظبوطة عندكم، انا مش عارفة ايه هي. Queen of Swords طالع اول حاجة، Ace of Pentacles. دي انتوا كان جايلكوا عرض كويس، بس العرض ده لا مكانش كويس ولا حاجه، انتوا اخدتوا قرار فيما يخص الماده، والقرار ده للاسف ندمتوا عليه. اخدتوا قرار في حاجه تخص الماده، في اوفر كان جايلكم فيما يخص العمل والماده، او الماده بس او العمل بس على حسب يعني، والقرار ده كان عاد عليكم ب يعني حزن وبفاقة وبمشاكل مادية للأسف، ومالية، مشاكل مالية، أو عشان برضو أبقى إيه، قريت كل السيناريوهات. انتوا أخدتوا قرار في شيء، في عرض كان متقدم لكم، قد يكون برضو عرض تاني غير الماديات وغير الشغل، حاجة كان جايلكوا عرض ما بفرصة معينة وانتوا رفضتوه وانعزلتوا بعد الرفض ده، لان في ناس قبلت العروض وفي ناس رفضت العروض. في كلتا الحالتين اللي قبل واللي رفض كان حاسس انه انعزل، او القرار اللي اخده ده عزله عن الناس، او مخلهوش يحصل على الفرصة المناسبة ليه، ولكن هو كان قرار مشبع ليك عاطفيا، يعني انت حسيت بكرامتك، حسيت بانك اخدت القرار الصح على المستوى الشخصي، حتى وان عاد عليك ببعض الخسائر او بخسائر بشكل عام. على مستوى الحب والعاطفة كان عندك رغبة في الزواج، وقفلك في الموضوع رجل حازم وفاذر فيجر، يعني زي ما يكون اب او عنده طاقة الابوة، في شخص وقف لك في الموضوع. في ناس عندكو صحيا مش في احسن حالاتهم دلوقتي بسبب حسد، على فكرة في حسد في الموضوع. انا اسفة اني اقول ان ممكن يكون في حد مات غريق سمعتوا عنه او تعرفوه فعلا، والموضوع ده تعبكم نفسيا جدا. طلع لكم كل الطاقات بشكل تقريبا متساوي ما عدا طاقة النار، طلع لكم طاقات مائية وطاقات ترابية وطاقات هوائية في القراءة. اما الطاقات النارية انا مش شايفة عندي ابراج غير برج الاسد، ده البرج الناري، وده هو برج ال ثواني الجادجمنت ده مش عارف، وبرج الثور عندي طاقة برج الثور. ثانية واحدة كده عشان اتأكد، وطاقة برج الحوت من كارت القمر، دي الأبراج اللي ظاهرة قدامي. لكن كمان عندي الكينج اوف سوردز، يبقى احنا كده بنتكلم في برج الميزان، لا مش الميزان، برج الجوزاء. برج الجوزاء برضو، والدلو شايفة انا من بقية الكروت.
عندنا الطاقات المائية والهوائية والترابية، الثلاث طاقات موجودين بشدة، مع النارية زي ما قلت لكم هي اللي مش موجودة كتير إلا في برج الأسد. طيب أوكي، نكمل. قلنا على الشخص اللي متلوكه الغريق ده، الله يرحمه أو يرحمها. اتكلمنا على إن في بعضكم هو نفسه حاسس إنه مش متظبط صحيا بسبب حسد، طاقة حسد، و حصل لكم زي انتكاسة في الصحة جامدة، يعني كنتوا في قوة شديدة وبعدين حصلت الانتكاسة، ده بسبب طاقة حسد أو سحر للبعض. أنا مبحبش أقول ده كتير بس يعني ده احتمال وارد فلازم أقوله لكم. على المستوى العاطفي، في ناس منكم متزوجين بس مش سعداء في زواجهم بسبب طاقة ترابية. الطاقة الترابية ممكن تكون حاجة ليها علاقة بال يعني الشريك غير ناضج وطلباته كتير، او بيحملكوا فوق طاقتكوا، فانتوا في عدم نضج من الطرف الاخر او منكوا على فكرة. يعني في ممكن يكون الطرف الاخر متزن وناضج اكتر منكوا، وبالتالي مفيش توافق. الشريك عاطفي اكتر وتحسه طفولي اكتر، في حين ان انت، او خد الكلام بقى شوف على مين انتوا يعني اللي فيه الصفات دي. الشريك هو اللي ناضج وعملي جدا وافكاره دايما رزينة وبيفكر في الناتج اهم من المعطيات، وبالتالي مفيش توافق. واللي مش متجوزين منكم الناس السنجل، العاطفة مش اهم حاجة بتفكروا فيها اليومين دول على فكرة، لان انتوا بتفكروا اكتر في العرض اللي كان جالكوا هنا ده المادي، او اللي على مستوى الشغل، او عرض في حاجة معينة انتوا رفضتوه او ما خدتهوش، بس كان في المقابل انتوا حصل لكم نوع من انواع الارضاء العاطفي. يعني انتوا حسيتوا ان انتوا اخدتوا كرامتكم لما العرض ده انتوا ما قبلتهوش او ما جالكوش، يعني ده كان قرار حلو لكرامتكم يعني. طيب نشوف نصائح الملائكة. الارك انجلز، نصائح الملائكة لبرج العقرب. برج العقرب، انديجو اند كريستال تشيلدرن، يو هاف بوند وذ تشيلدرن ان بارتيكولر، يو كان هيلب تشيلدرن هو ار سنسيتيف. انت عندك قدرة ان انت تعالج الاطفال، وان انت مش تعالجهم يعني، توجد صلة بيهم ورابطة قوية بيهم، لان انت نفسك ممكن تكون انديجو او كريستال تشايلد، عندك نوع من الشفافية والروحانية، فانت بتقدر تتواصل مع الاطفال بشكل عام. اوكي، في بعضكم بيشتغل مع الاطفال كمان. طيب هيلثي لايف ستايل، الكارت ده طلع في البرج اللي فات. حاول تخلي نمط حياتك صحي اكتر، في ناس منكم صحتهم متأثرة بالفعل، فاذا حاولت ان انت تاكل كويس وتنام كويس وتعمل رياضة كويس، ده ممكن يخلي صحتك تتحسن كتير. اوكي، طيب مون سايكلز، دورات القمر. ارك انجل هانيل بيقول notice how the moon affects your energy and manifestation and capitalize you upon these cycles. كارت القمر طلع لنا، وطلع لنا كارت المون سايكلز من الارك انجل. انتوا في حد عمل لكم سحر للاسف، او في حد بيفعل قانون التجاذب معاكم، ببعت لكم رسائل بتشوفوها في احلامكم، او بتشوفوها في ان انتوا بتشوفوا طيور معينه او ريش او كده، لان طالع هنا الريش كتير، خصوصا في نص الشهر لان بيبقى القمر بدر، تحسوا بالاعراض السحر او اعراض الجذب، او ان انتوا بتفكروا في حد معين، او بتفتكروا حاجات معينه من الماضي مع شخص معين في اثناء منتصف الشهر القمري. طب نكتفي هنا دول ونشوف كروت نصايح الكون. بسم الله، عايز اطلع الكارت ده كمان. نصيحة من الأسد ونصيحة من الأرنب. نصيحة الأسد بتقول فكر دايما بشكل كبير، يعني بشكل ان انت كبير ومقامك كبير، ففكر على نفس المستوى. ازقر بثقة، يعني علي صوتك براحتك وقول اللي انت عايزه، خليك شجاع.
نام او احصل على نوم او قيلولة يعني بشكل منتظم ومستمر، وده ليه علاقة بكارت الهيلثي لايف ستايل برضو، لان في النوم برضو لازم تنام كويس. في منكم مش بيناموا كويس، حاسة في منكم ناس عندهم ارق من كارت الجادجمنت بسبب المرض وبسبب التفكير، ممكن يكون مش المرض الجسدي ولكن التفكير كتير. Let your mane loose، اطلق لنفسك العنان يعني، show your pride، اظهر فخرك بنفسك وثقتك بنفسك. live fiercely، وعيش الحياة بضراء، وعيش الحياة بكل قوتك. نصيحة الأرنب بقى غريبة يعني، الأسد طلع مع الأرنب. خليك في الناحية العاطفية عندك، انا بشوف ان اللاين هنا احنا بنتكلم على الناحية العملية والحركة والاكشن في الحياة، لكن هنا بقى نشوف الناحية العاطفية شوية والروحانية. خليك مستمع جيد، كل حاجات خضرة كتير، برضو طالع موضوع اللايف ستايل والهيلث والحاجات دي، فبيقول لك كل حاجات خضرة كتير. خلي احلامك تكتر وتزيد عادي يعني، هاب تو بيت، وانت يعني اقفز الى احلامك وطموحاتك. اعرف امتى تبقى ساكن في مكانك وامتى تتحرك. spend time in nature، واقضي وقت اكتر في الطبيعة، ممكن تروح البحر، تروح مكان فيه خضار، مكان فيه حتى لو صحراء، بس ممكن يكون ده انت اللي محتاجه. don't worry be happy، ما تقلقش وخليك سعيد. اخر نصايح اخدها، نصايح برضو من الكون. فنض بس الاول بسرعة كده. بسم الله بسم الله. في صوت غراب، which is not a bad thing على فكرة، دي مش حاجة وحشة يعني، صوت الغراب، والغراب عموما مش من الحاجات السيئة يعني، بتاخد بالغلط ان هو نحس وكده، وانا ما بحسش ان كده. 3 ساعات، في عندكم حاجة هتنتهي وحاجة جديدة هتبتدي يا جماعة. One cycle of your life is about to end، في مرحلة من حياتك هتنتهي وهتبتدي طبعا اكيد حاجة تانية او مرحلة تانية جديدة. What you seek is seeking you، اللي انت بتدور عليه بيدور عليك يا برج العقرب. فانت ركز، شوف انت بتفكر في ايه، وافكارك اللي في راسك والحاجات اللي انت بتعملها ايه علشان، او عاداتك اليومية ايه، عشان هي دي اللي هتجيلك تاني او هيجيلك حصادها. 3 3 3 pursue your soul mission، الكارت ده كويس جدا وبيقول لك ركز وامشي ورا مهمة حياتك. في بعضكم ناس روحانية على فكرة بشكل بسيط، لان طلع لي كارت الانديجو اند كريستال تشيلدرن، في بعضكم عندهم قدرات روحية وطاقية كويسة جدا، فشوف ايه مهمة حياتك. ممكن تكون عامل نور، ممكن تكون شخص امباث بتسمع للغير، عشان كده طلع لك كمان بي ا جود ليسنر، لان انت مش عارف تسمع غيرك ولا متسمعهمش، تمشي ورا حدسك ولا متمشيش. لا، انت عندك قدرات روحية او روحانية، حاول تنميها لان انت فعلا عندك القدرة دي. متشكرة ليكم جدا برج العقرب، اتمنى لكم كل الخير، واشوفكم ان شاء الله على خير في قراءة قادمة. باي باي.